تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال وش راكم؟ راكم مهايلين بهذه الرسومات وكامل إذا مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد اللي كلمناكم باش جيتوا حضرتوا يا أخي عجبكم الحال إذا أنتم تاني يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا إذا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال اللي راهم معنا ما عليكم إلا توجهوا إلى موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بالشكل التالي إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك فقط يا أطفال لما تسجلوا صبروا شوية لماذا لأنه التسجيلات كثيرة كثيرة جدا لأنه قال الأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد وعمو يزيد حب يستضيف كامل الأطفال إذن شوية على الصبر وراحين نستضيفكم معنا باش تفرحوا معنا في هذه الفترة هذه شكون اللي يقدر يقول لي يوم 21 مارس واش يصادف يوم 21 مارس واسمك بنتي يمنى بن يحيى الله يبارك بنتي وين تسكني في مدية في مدية واش يصادف يوم 21 مارس اليوم مستقل العالمي العالمي لي للتريزومية 21 شعالي مدرستي برافو 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 يوم 21 مارس تحبيتي تقولي مدرستي مستقبلي يا أخي مدرستي مستقبلي هذا الشعار شعاري شعار باش الأطفال لأنهم حالة التريزوميا باش يروحوا للمدرسة يا أخي برافو بنتي برافو تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها إذا نحن اليوم نتوقفوا في هذا اليوم العالمي لحالة التريزوميا باش نقولوا لهم بلي نحبوهم حنا تاني نحبوكم انتم تاني تحبونا نعم حنا تاني نحبوكم ورانا مضامنين معكم وعندهم شعار وريهو لنا بنتي الشعار عطيني نوريه لهم أعطيه لي فوالا برافو برافو جبت لنا شعار جميل اليوم العالمي للتريزوميا 2017 مدرستي مستقبلي إذن احنا نضمنوا معهم باش الأطفال هادو كامل يكونوا متمدرسين يا أخي برافو 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 واش كل يقول لي تاني يوم 21 مارس واش فيه يوم وطني لي عيد الشجرة عيد الشجرة عرفتوه انتم تاني واسمه عيد شجرة عيد شجرة الشجرة برافو 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 نحبوا الأشجار احنا تاني لهذا عمو يزيد عنده مفاجأة لكم من بعد يا أخي قبل هذا الشيء قبل ما نروح المفاجأة نطرح عليكم اللغز تحبوا الألغاز إذا اللغز اليوم يقول أخوان لا يستطيعان العيش دقيقة واحدة برفقة بعضهما أعيد اللغز أخوان لا يستطيعان العيش مع بعضهما لدقيقة واحدة إذا فكروا صعيب اللغز ها؟ صعيب عم بالكم عمو يزيد جيب غير الغاز سهلة إذا فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يروحوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com ويجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة والشاطر يعطينا الحل أنت كذلك جاوب واربح عن طريق الإنترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا فكروا في اللغز أنتم والأصدقاء اللي يشوفوا فينا على بالي بلي شاطرين كامل فكروا فيه لغاية نهاية الحصة قبل ما نلحقوا الجواب عن اللغز رايحين نطلبوا من نور الهدى ديرنا بحث عن شخصية معروفة في ثورة التحرير هو محمد
عمران بوليفا. تفضلي نور الهدى، تفضلي تصفيق على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جيت نحكي لكم على شخصية الشهيد محمد عمران بوليفا. ولد محمد عمران بوليفا في سنة 1920 بتوغرت، تعلم القرآن الكريم والفقه بتوغرت، دخل مدرسة ابن خلدون لتعلم اللغة الفرنسية، تحصل على الشهادة الابتدائية وانتقل لمرحلة التعميل التكميلي بنفس المدرسة، ومنها أيضا تحصل على شهادة التعليم المتوسط، ثم تحول للدراسة بمدينة المغير مركز التعليم الفلاحي، لكنه لم يكمل في هذه الأخيرة، توجه إلى الحياة العملية ككاتب عند موثق. بدأت منطقة توغرت عام 1956 تشهد بعض الأعمال، وهذا برمي القنابل اليدوية الصنع على بعض المقاهي والحانات، وقد بلغت أشدها عام 1957. ثم بدأت السلطات الفرنسية بفرض حصارها على المواطنين العزل، وذلك للبحث بالمتسببين في الاضطرابات المشكوك فيهم، وقد حوصرت فكان ابنه هو كبش الفداء مع ابنها عمه أحمد بوليفا وأخيه محمد. لكن يوم 17 نوفمبر 1957 تم إعلان لتنفيذ حكم الإعدام، فسلم نفسه لينقذ عشيرته من حبل المقصلة. في نفس اليوم تعرض للتعذيب والتنكيل لمدة يومين متواصلين، وفي 19 نوفمبر تم اقتياده هو والشهيد الزهاري تونسي إلى غابة الحشاشين بالزاوية العبدية، وتم إعدامهما رميا بالرصاص دون أي محاكمة. استشهد البطلين، وفي اليوم الموالي تم دفنهما بمقبرة الزاوية العابدية. رحم الله شهدائنا الأبرار. برافو 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 هدى، برافو 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 برافو. يا أطفال، مقبلة تكلمنا عن اليوم الوطني للشجرة. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها الشجرة جمال وروح، يلا تغنوا كامل. آية من آيات اللون والشجرة، أشكال ألوان.
ولفصول الأربع عنوان في الشجرة خيرات الكون، في الشجرة سحر البيان، في الشجرة للفن فنون، ولفصول الأربع عنوان جمال وروح عند الإنسان، آية من آيات اللون أشكال ألوان الشجرة والشجرة آية من آيات اللون والشجرة والتين قال الرحمن والشجرة نقل العرجوب ولا تنسى حب الرمان الشجرة منها الزيتون والتين قال الرحمن والشجرة نقل العرجوب ولا تنسى حب الرمان جمال وروح عند الإنسان آية من آيات اللون أشكال ألوان الشجرة والشجرة آية من آيات اللون والشجرة أشكال ألوان برافو 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 برافو. إذن الشجرة مهمة جدا في حياتنا يا أخي يا أطفال. برافو. أنا نقول نروح نقول عمو إبراهيم في ألعاب الخفة. يلا عمو إبراهيم تفضل. عمو إبراهيم تفضل. تصفيق على عمو إبراهيم. برافو 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 عمو إبراهيم. يا أطفال
كما تكلمنا من قبيله على اليوم الوطني للشجره وكامل، رايح نحكي لكم حكايه اليوم هي الحطاب والشجره. يلا معايا يا اطفال. كما وعدتكم من قبيله، عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الحطاب والشجره. واحد النهار كان واحد الحطاب عايش في بيت مع عائلته، ولكن كان عايش بالحطب اللي يجيبه كل يوم. يروح يقطع الأشجار ويجيب الحطب يستعمله للنار، يعني باش يدوا النار باش يطيبوا به باش يتسخنوا عليه. كان الحطب مفيد في حياتهم، وكان كذلك كاع الأثاث نتاع البيت كان يخدموا من هذاك الحطب هذاك اللي يجيبه. إذن كان كل يوم ينوض بكري ويروح يجيب الحطب هكذا، يقطع الحطب ويجيبه ويستعمله هو، واللي يفضل له يبيعه باش يكسب قوت اليوم نتاعو. واحد النهار راح بكري هكذا الصباح، وكانت سخانه هذاك النهار. إذن خدم خدم خدم، كي لحقت العشيه هكذا الشمس بزاف، جاتو الشمس هكذا، راح اختار واحد الشجره كبيره هكذا وقعد تحت منها هكذا. قعد تحت منها هكذا في الظل هذاك ورقد شويه، رقد. ومن بعد كي ناد لما استيقظ شاف هكذا، قال نبدا بهاد الشجره هذه. جا يقطع هذيك الشجره اللي عطات له الظل تاعها. ومن بعد حتى سمع صوت هكذا، قالت له ما بك ما بك يا رجل؟ خاف هكذا، قالها شكون هو يهضر؟ قالت له انا الشجره نتكلم معاك. قالت له واش راك حاب دير؟ قالها نقطعك لاني محتاج للحطب نتاعك باش نكسب به القوت نتاع اليوم نتاعي، نديه نسخن عليه نخدم به الاثاث نبيعه. قالت له بصح علاش انا عطيتك الظل؟ علاش تقطعني انا شجره كبيره وكامل، علاش تقطعني؟ ومن بعد بدات تفهم فيه في الفوائد تاع الشجره. قالت له الا تدرك فوائد الشجره؟ قال لها ادركها ولكن ماشي. قالت له دوك انا نقولهم لك. بدات تقول له فوائد الشجره، بقات تقول له تعطيك الظل كي تكون سخانه، تعطيك الثمار، تعطيك الحطب. ايه قالها بصح، قالها بصح انا لازم نكسب قوت يومي، كيفاش راح ندير؟ قالت له نعطيك حل. قالت له كل مره تقطع الشجره اغرس الشجره. ايه قالها حل ذكي هذا. وبدا في كل مره يقطع الشجره يغرس الشجره. عمو يزيد، نستخلص من هذه الحكايه انه يجب ان ندرك فوائد الشجره. بالضبط، تصفيق على بوبي، تصفيق 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 تصفيق. يا اطفال، فوائد الشجره مهمه جدا. اذا لازم عمليات التشجير، لازم نغرسوا الشجر ونحافظوا على البيئه والاشجار. يا اخي يلا معايا. يا اطفال، شكون اللي يجي يحكي لي حكايه جميله ولا نكته طريفه؟ شكون عنده نكته جميله؟ تعال اروح، تعال 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 اقعد. واسمك؟ نزيم. وين تسكن نزيم؟ عين بنيا. عين بنيا، احكي لنا النكته تاعك. تاعك معليش احكي لنا. اقعد نهار واحد ملك تاع النقاطي عرض غير نقاطي، قال لك ما عرفتش الفصيله، رحت الفصيله وحده قال لها انت ما تدخليش. قالت له ماكش في نقطه دايره لاماش. اروحي بنتي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ ميليسا زيغد. وين تسكني ميليسا؟ في عين ضايع. عين ضايع، احكي لنا النكته تاعك. واحد الخطره كانت واحد النمله تسلقت كوب شجو تاع الفخاز، كي وصلت للفوق قالت اخيرا وصلت الى البحر الاحمر. برافو برافو. تعالي تعالي روح، تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ صافا جوزي. صافا، شحال في عمرك؟ في عمر 10 سنين. الله يبارك. وين تسكني؟ في ولاد فايت. ولاد فايت، خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد قال لصاحبه اسمه رونالدو، قال له اسمه صالح، قال له كيفاش عرفت؟ قال له المعلق قال له هذا الضربة الجزاء لصالح رونالدو. برافو برافو برافو. عمو يزيد يحط الأرنب صديقنا. يا أطفال، وصلنا درك للجواب عن اللغز. شكون اللي عنده الجواب تاع اللغز؟ أخوان لا يستطيعان العيش دقيقة واحدة
برفقة بعضهما. شكون عنده الجواب؟ قل لي. عقارب الساعة. عقارب الساعة، قولي لي. الشمس والقمر. الشمس والقمر، قولي لي. السحابة والشمس. السحابة والشمس، شو اللي عنده جواب آخر؟ عقارب الساعة. عقارب الساعة. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر، شو اللي عنده جواب؟ الشمس والشتاء. الشمس والشتاء. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الجواب هو عقارب الساعة. شاطرين؟ إذا تعال تعال تعال، أنت اللي أعطيت لي الجواب الأول. أرواح تعال. واسمك؟ كميل. كميل، شحال في عمرك كميل؟ عمري 7 سنين. 7 سنين، وين تسكن؟ دالي إبراهيم. دالي إبراهيم. إحنا الشاطرين دائما نعطولهم هدية. نعطولهم هدية، والهدية ديالك هي قبعة مع عمو يزيد تقيك من أشعة الشمس الضارة. لبسوها لك دركا أو جاتك شابة. ونعطوك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، خذهم ديرهم هنا، خذ الكيس، تفضل ولدي، صح عليك. إذا الجواب كان عقارب الساعة يا أخي. إذا يا أطفال، عندنا عيد ميلاد ميلين. إذا ميلين تعالي بنتي أرواحي. أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع ميلين، وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا أرواحي، أعطيني التاج تاع ميلين. فوالا، تعالي بنتي، فوالا فوالا، إكسلون. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذن يا أطفال، نديروا العد التنازلي مع ميلين. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا فوالا. برافو 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 برافو. إذن ميلين أعطيني الهدية تاعها. عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة عمو يزيد في ظرف جميل هكذا، وهذه الشهادة
ليكم كامل غير تخرجوا تكون عندكم كامل شهادة، شهادة تحتفظوا بها كذكرى في تصوير حصة عمو يزيد. وميرين كذلك بما أنك بعتنا 5 قسيمات تاع حليب رامي، ممول الحصة رامي يهديك هذه الهدية اللي هي سيت اون تابلت كيدز، إن شاء الله تستفادي بها من راعي الحصة حليب رامي. تفضلي بنتي، تفضلي. إذن وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في. حبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.